وخصنا نحققوا واحد النسبه ديال الكلور في الشبكه ديال المياه تقريبا نوصلوا لواحد 0.3 ملي غرام في اليوم. وطبعا الكلور بما انها واحد الماده اللي عندها واحد الرائحه Je pense là, ici. Omar. Ouais, je pense là, t'as vu, elle est partie de là-bas, elle est venue tout de suite ici. العزيز بالحاج نائب مدير العمليات لأمان ديال طنجة كان تواجد اليوم بحي الثانية بمدينة طنجة لأطلع على واحد التجربة اللي هي الأولى من نوعها، ألا وهي استعمال الكلاب في البحث عن التسربات المائية. كما كتعرفوا المحافظة على الماء هي جزء من الوجود ديال الشركة ديالنا وكذلك جزء من الاستراتيجية ديال الشركة ديالنا، وهاد التجربه هذه كتنضاف للتنويع التكنولوجيا اللي كنستعملوها ديجا في البحث عن التسربات، تنويع الحلول وكذلك ايجاد واحد الطرق اخرى مختلفه للبحث عن التسربات من اجل تقليل هدر الماء اللي هو ثروه يجب المحافظه عليها جميعا. هاد التجربه هذه الاولى في المغرب اللي انطلقت الاسبوع الماضي بمدينه الرباط وهاد الاسبوع هذا في مدينه طنجه. الان ان شاء الله غادي نقيموها وغادي نشوفوا مدى النجاعه ديالها وكذلك الطرق اللي استعمالها لاحقا في مجال البحث عن التسربات.